إن الحمد لله نحمده ونصلي على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربنا نملونغ و 30 شوشون شرنغولا رياض الصالحين ملونغو رنغولا باب النفقة على العيال نملونغو مسجدو أما يعني هو صارفية يعني يفهمي يعني فهم يم يعني مطو مشو مطو نوانا ومطو يعني منغوش وشجون ستر لا نبا حديثي يا مياتيني وثمانيني و ناشندا وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث رواه أبي هريرة رضي الله عنه قال أرنغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متم صلى الله عليه وسلم أرنغوا دينار يعني شروبو يعني دينار يو ميزون بيسا دينار يعني تجمع بان دينار موجع يعني فانا تسموري سان فرا يعني ان رو فانا تسي او ان دولار يعني ايدي دينار موجع يعني ان دينار يعني ان دينار يعني دينار يعني ان دينار انفقته يعني ويصرفه في سبيل الله هرم ينزي يا الله ودينار نا ان دينار ين دينار مجا انفقته ين ويس ويصرف في رقبة هرمان سينغو يعني هرنام روما ودينار نا ان دينار تصدقت به ويتو تصدق على مسكين وفي مسكين ودينار نا ان دينار انفقته ويصرف على اهلك هرمي اهليه يعني هرنم مشوه نوانا وحو أعظمها أجرا يعني يديو نازلي فازلي بوب كابسا الذي أنفقته ليكم ويصرف على أهلك هرم أهليه رواه مسلم وعن أبي عبد الله حديثي من صبر علماء أبي عبد الله ويقال ورغلتنا أبو عبد الرحمن ورغلتنا أبو عبد الرحمن ثوبان يبون بون وجودد وجودد نوع زنده يرمون مع ثوبان يبون وجودد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرنغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتم صلى الله عليه وسلم أرنغوا أفضل دينار يعني ديناري بورا ينفقه الرجل أي صرفه دينار دينار كمان دو يصر دينار ينفقه دينار كمان أي صرفه على عياله هرما هرما يفهميه ودينار ينفقه على دابته دينار كمان أي صرف يا هرما إشني ما شه في سبيل الله يعني هرما ينزي الله يعني هرما أنتوا عندي هرما جهادي يعني ورنجي pesa vale uno no a fundo va va chinha macha o va farastia o vanga minha yao me kamba uno no ama ju va farastia a uno no a shahula davu va farastia o yani zuar ma is dinari kwa mani zu is dinari boro yani as sorifu wa dinaru na dinari yunfikuhu kama mtu ay sorifu ala ashabihi jula wanzanu wahe au wanzanu wahe naam في سبيل الله هرما انزي الله في سبيل الله هرما جهد وتوا بس فعل يعني من وشاولا وانتوا وانتوا اللي او سوري في انتوا هرما نقطة كويان سنين كاو توا بس انتوا كتر داري او نقطة كويان ام بهرما نقطة جمعان أبوزو متومي صلى الله عليه وسلم أكلاسي كالتزا دينار تارو يعني دينار يعني إن دينار تارو أبوزو ليزبورا كابسا من الدم كمان دي أصفاري فو وعن أم سلمة حدثنا أم سلمة رضي الله عنها قالت أرنغوا قلت سرنغوا يا رسول الله همتومي هل لي أجر هل ومن تبارز ليفا في بني في بني أبي سلمة هرنا وانا أبي سلمة
أن أنفق عليهم نتت وصرفيا ولست بتاركهم ولكن كان بام هكذا وهكذا ولكن كان بام تواليش بام تي وافيش انتو انو كيس كان بام تواليش بام تواليا إنما هم بانية هكا ودو وانا وانكو قال وكتمت مرنغو نعم ايوا لك أجر وتوبر زليفا لك أجر ما أنفقت ونزل وز عليهم ونزل وز يوكم وعصر فيها متفق عليه يعني وكسوا بقى أكون ولا بقى أبو سلمة على في صوابه عفو وكت صوابه عفا ومشوهي أرون ولا بقى أمي سلمة أقوم بسمتم صلى الله عليه وسلم هل فن وانا واني نود وانا وهي يعني وانا ابو سلمة واني يعني اني وصل في انسو برا زليفا امتما سولو انسو ما هم ايوا حلفو مكاتي ابو سلمة وان مكاتي افا امتما سولو الله عليه وسلم اجا ام فنجيا ام سلمة أم سلمة أقول أقوالي ونم تمشوا أنتم صلى الله عليه وسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تصير من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل هذا حديث نون رجاه الذي قدمناه يكون من ريفيري في أول الكتاب هرم ومن المشيو في باب النية هرم أرنا أملونغوينيا حديث ستة حديث يا ستة أنا النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمتما صلى الله عليه وسلم قال أمتما رنجوا قال له أمتما من بيها وإنك أنا هكواوي لن تنفق نفقة أنك صرف صرف نفقة يعني صرف تبتغي بها وجه الله بأسها وجل صرف يعني إرادي الله يعني إرادي الله إلا أجرت بها إلى وول فالو حتى ما تجعل في امرأتك حتى يكمن روايت يا هرمي هم يمتم شو أغن ونوا شو لا ونبم شو أعلى نيو تولي فايو تفكون عليه وعن أبي مسعود حدثي عن أبي مسعود البدري يعني حنا هو نكون بدر رضي الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم صلى الله عليه وسلم قال أنتم إذا أنفق الرجل فتكون مر أصرفه على أهله يرمي أهله نفقة يعني صرفها يحتسبها عند أهجي أسبو نالو فهي له صدقة وهو يوم يتصدق شلاه متفق عليه يعني كم بأستي وصرف أهله يعني متوتياني عم بقول لي متوتياني عم بيتصدقي أو تعز اللواء أو ميزم سبحانه وتعالى وي اللي فايوم يعني وي اللي نجمع ورلي تصدق كويل يعني نه كويل يو تصدق منا نتوما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دي رونغوا ولا أنا نا ديناري متأسر صرفيا يا عليا بيو دي كنا اللي وصل بوف وعن عبد الله بن عمرو هذا سيرة من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رونغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم صلى الله عليه وسلم رنغوا كفى بالمرء اثما ان من الدم يبردم ان يضيع من يقوت من يقوت يعني وهو كان بان ازليه شولا يملك من دي املس حديث صحيح رواه ابو داود وغيره يعني عند تفان من الدم تفان نيجليجنس يعني كفى بالمرء اثما ان من الدم تشول ذنب بردم يعني من الدم يبردم ان يضيع يعني كما ان نيجليجي من يقوت من أنت كمان دي أم ديسا إن فنات سموري ما نواه أو أنت مشواه إن هو دم ديسا أو هو دوا ديسا وانت هو إن هو كم بيشوف إن يعني كم بيرجع كوا فيشا ولا شاو يعني ما يروح يجيك نبى وسوا حكم ها كم بيسوا فيشا ولا يعني وان بيعمل بيعمل هو نمر فانيا سن فيشا ولا يعني ما نتم بارد تم بولان ينتهون قوي وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكرمت صلى الله عليه وسلم قال أنتم رجوع ما من يوم كبست سكو يصبح العباد ما فيه أما ندم وش الوار مسكو إلا ملكان ينزلان إلا ملكان بلزو شوكا
ينزوش كارمز بينقضش الدنيا زوار. فيقول أحدهما مجاهر ما يرنقوا يعني ما جاي يرنقوا اللهم ملان أعطي منفقا خلفا يعني فهم ريكومندي أصارف ومالياي خلفا يعني مونغاتي يوم. ويقول الآخر ما جاي يرنقوا اللهم ملان أعطي ممسكا يعني فهم ريكومندي أسيكا ومالياي بكاسيتوا تلفا يعني بيرتي يعني ينجمية. متفق عليه. أو تبرا وصلنا الزيابة نملا حكومه mlongo wai nafaka tun usarfi ya ahali kumu yangu vani ba wakawasta suku ila woshka malekambili.